اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم بالانتخاب التاريخي لأول زعيم أمريكي من أصل إفريقي في مجلس النواب وبالعلاقات بين مكسيكو ومدريد. صحيفة ذا هيل أبرزت أن الزعيم الجديد للمجموعة الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز شرع في التواصل بشكل غير رسمي مع الفرع الليبرالي من الحزب، وتحدث على الخصوص مع المشرعين التقدميين الملونين في إشارة إلى قدرته على توحيد الصفوف. من جانبها تطرقت بلومبرغ إلى العلاقات الأمريكية الفرنسية، موضحة أن الاجتماع الأول للرئيس بايدن مع نظيره الفرنسي ماكرون يأتي وسط تراجع معدلات شعبية الرئيسين والنقص في مصادر الطاقة الذي يلوح في الأفق مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وفي المكسيك اهتمت يومية إل سول دي مكسيكو بالعلاقات بين مكسيكو ومدريد، مبرزة أن الجدل حول التوقف في العلاقات الذي طلبه الرئيس المكسيكي يبدو أنه قد انتهى. يأتي ذلك عقب الزيارة التي تقوم بها إلى المكسيك كاتبة الدولة المكلفة بالعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الإسبانية. الصحيفة نقلت تصريحات لهذه المسؤولة عقب اجتماع عقدته مع رجال أعمال إسبان في العاصمة مكسيكو، أكدت فيها أن العلاقات الثنائية تتوطد على أعلى مستوى وأنها تفتح مرحلة جديدة من الحوار. من جهتها كتبت يومية الأونيفرسال أن زيارة المسؤولة الإسبانية تأتي تعبيرا عن تجاوز الخلافات التي كانت تشوب العلاقات بين البلدين. الصحيفة أوضحت أن الشركات الإسبانية العاملة في المكسيك تساهم في تعزيز العلاقات بين مكسيكو ومدريد.